مشكلة جديدة تضاف إلى المشاكل التي تعاني منها البصرة، وهي ارتفاع أسعار مادة الطحين، حيث وصل قرابة 55,000 دينار للكيس الواحد. أصحاب المخابز طالبوا الجهات المعنية بالتدخل السريع والسيطرة على الأسعار، لأنهم يتعرضون لخسائر كبيرة. كان قبل الطحين ب15,000 وب10,000 جاي ناخذه، هسه حاليا الطحين صار ب50 وفوق ال50. زين احنا رزقنا اقل، احنا 3 عوائل موجودين هنا بالمخابز موجودين حاليا. زين الطحين غالي، العالم قامت تشتكي انه الخبزه صارت 5,000 وراح تصير 4,000. زين العمال شنو ذنبها؟ الناس شنو ذنبها؟ زين ساعة حتى الخبز تقريبا 4,000، جوز يسوي 3,000. زين ابو المخبز يقول ما صرف لي انا، جوز اخلي لي عامل واحد من المخبز. زين هاي الناس وين تروح؟ وين توجهتها؟ يعني خلي يفكرون بالناس هسه. البعض من اصحاب الافران بالمحافظة اكدوا انهم اصبحوا امام خيارين، اما الاغلاق او تقليل حجم الرغيف بسبب الالتزامات المالية كالايجار والعمال وغيرها، محذرين من استمرار الازمة لفترة اطول، لانها ستلقي بظلالها على العوائل الفقيرة بصورة مباشرة. يعني هاي هسه الأزمة صار لها أيام وهيك صار الوضع تعبان. زين هاي إذا طولت مثلا في شهر شهرين، يعني شلون شنو الحل؟ يعني أنا واحد من العالم اضطر يعني أعزل، عندي فرع ثاني هم أعزله، يعني شنو الحل؟ زين عندي عمال كلها أصحاب عوائل وكلها عندها يعني إيجارات والتزامات، يعني شنو الموضوع؟ يعني ما نعرف شنو اللي نسوي، ما نعرف شنو نسوي. يعني لازم يعني شو تقلل الصمون، شو تجد تسوي؟ يعني احنا هسه جايين ب 8,000، ولو تجي تحسبها ويجي يعني يجي واحد وتقعد تتحاسب وياه خساره. وعلى الرغم من ارتفاع اسعار ماده الطحين والنفط، لا زال بعض اصحاب المخابز يبيعون رغيف الخبز باسعاره القديمه تضامنا مع العوائل ذات الدخل المحدود. لقناة التغيير، يونس الرباعي، البصرة.